أعزائي الطلاب، بعد قراءتنا للنص القرائي رحلة قراءة جهيرة، علينا الآن أن ننتقل معا إلى الهدف الثاني والثالث بالتعرف على لغويات جديدة. افتح معي مذكرة على هذا النشاط معي، ولا تنسى أن تكتب تاريخ اليوم 1/4/2020. هيا سنتعرف الآن على لغويات جديدة، ولا تنسى أن تكتب بخط جميل. علمنا أن كلمة رجفت معناها نبضت، رجفت قلوبنا أي نبضت قلوبنا. حمية أي اشتد حرها. شقها أي نصفها. استوى معناها أصبح. خطأ قدماي أي تدهس قدماي. متينة أي قوية. جاذبية، نعم الجاذبية الأرضية أعزائي الطلاب هي قوة أرضية تجعلك تستقر على الأرض بقدميك، إذن كلمة جاذبية هي قوة أرضية. هنيهة يقصد بها ثوان قليلة أو دقائق قليلة، فترة من الزمن قليلة وليست طويلة. هيا معي ننتقل إلى الكلمة ومضادها. متينة يقصد بها ضعيفة. لكي تتمكن من إتيان بالمضاد بطريقة صحيحة عليك أن تأتي بالمعنى أولا. اتفقنا معا أن كلمة متينة معناها قوية، إذا مضادها ضعيفة. كلمة معقدة مضادها بسيطة، والذي كان لدينا معقد وهي البدلة الفضائية المعقدة الثقيلة. تتجمد، أحسنت، مضادها تنصهر أي تذوب تماما. تخمن، ضخم كبير جدا، مضادها صغير أو ضئيل. والآن إلى المفرد والجمع. كلمة أشعة مفردها شعاع. أجواء، جو. أحزمة، حزام. المقاعد، مقعد. عزيز الطالب، عليك أن تقرأ النص قراءة أكثر من مرة. عليك أن تقرأ في المرة الأولى قراءة هجائية صحيحة، وفي المرة الثانية قراءة مسترسلة سريعة يتخللها الفهم، وأن تضع خط تحت الكلمات المعقدة أمامك وتبحث عنها في هذا الكشاف، وفي المرة الثالثة تقرأ قراءة سريعة لكي تتعرف على هذه الأسئلة معي. ما الفكرة العامة للنص من خلال قراءتك للنص؟ نعم، إنها رحلة علمية إلى سطح القمر. ما يسر الدوران الأرض حول نفسها يا ترى؟ أحسنت، لكي تعتدل حرارتها، وإلا حمية نصفها المواجه للشمس وتجمد نصفها الآخر. كنا حمية يعني اشتدت حرارتها. ما أهمية البدلة الفضائية؟ هي التي تسمح بالمشي على سطح الأرض بشكل آمن، لأنها مزودة بمواصفات خاصة. يا ترى ما هي المواصفات الخاصة لها؟ ما تزودنا بالضغط الجوي المناسب والأكسجين، ومصنوعة من مواد عازلة وطبقات من نسيج نادر، وتكون متينة. ماذا يحدث يا ترى لو خرجوا من المركبة ببدلة رياضية؟ سيسبب ذلك في فقدان الوعي بسبب عدم وجود الأكسجين، وستغلي سوائل جسمك ثم تتجمد لقلة الضغط أو انعدامه. تخيل عزيز الطالب أنك على سطح القمر. يا ترى، هيا أغمض عينيك معي. ماذا ترى؟ ماذا ستأكل؟ ماذا ستلبس؟ هكذا عزيز الطالب نكون وصلنا إلى نهاية أهدافنا اليوم من خلال التعرف على معلومات جديدة حقيقية مثيرة، وهي حقائق علمية. واجبك أيها الطالب: 1- قراءة النص قراءة جهرية صحيحة. عليك أن تكمل اللغويات الناقصة بعد مراجعتها معي. عليك أن تكتب الفقرة الرابعة بالتشكيل بخط جميل في دفترك، وكل هذا سوف نقوم بعد ذلك بمتابعته. وعليك أن تضع دائرة حول الألف المكسورة والياء. هذا كله يشمل نصك القرائي. وشكرا لك عزيز الطالب، ولا تنسى كتابة تاريخ اليوم على الصفحة اليمنى واليسرى 1 أبريل 2020. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.